وهبتدي مع حضراتكم او نبتدي بقى ساره مع الجهاز الفني للنادي الاهلي. نروح للجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم طبعا بالاهلي بقياده الجنوب افريقي بيتسو موسيماني اللي قرر ان هو يضم رباعي الفريق غير المقيد بالقائمه الافريقيه، هم مين؟ صلاح محسن، ناصر ماهر، اكرم توفيق وبدر بنون، دول بينضموا لمعسكر الفريق اللي هيبدا النهارده ان شاء الله استعدادا لنهائي دوري ابطال افريقيا يوم الجمعه اللي جايه على استاد القاهره الدولي. الرباعي ده قام باجراء المسحه الطبيه المعروفه طبعا مع الفريق امبارح وجت نتيجتها الحمد لله سلبيه، وهيتواجد كده اللاعبون دول في تدريبات الفريق بمعسكره المغلق استعدادا للنهائي الافريقي. وزي ما طمنا حضراتكم المعسكر يعني في اجراءات احترازيه على اكمل وجه يا احمد، يعني زي ما انت قلت كل لاعب في اوضته لوحده، ما فيش حاجه اسمها ان اثنين هيكونوا مع بعض في الاوضه، المساحات بتجرى بشكل يعني مستمر او متواصل للتاكد طبعا من سلامه كل اللاعب.